السلام عليكم ومساء الخير عليكم جميعا. النهاردة عايزين ندردش شوية مع بعض عن الألوان بتاعت الأرمنت. حابب بس أوضح كام حاجة كده بسرعة قبل ما نخش في موضوع ألوان الكلب الأرمنت. أنا يا جماعة لما بقول معلومة أنا عارفها مش شرط المعلومة دي تكون في كلابي، يعني ممكن أقول لكم إن اللون الابيض ده مش لون الارمنت. حد هيقول لي طيب ما هو مرس ابيض، طب انت بتقول لنا ما تشتروش ارمنت ابيض وانت بتشتري ارمنت ابيض؟ لا انا ما بقول لكوش ما تشتروش ارمنت ابيض، انا بقول لكو ان يعني الافضل انك تبعد عن الابيض. يعني لما حضرتك تشتري كلب أرمنت على بلدي وانت عارف انه أرمنت على بلدي، دي حرية شخصية. انما انا بحاول اقول نصيحة علشان محدش يبيع لك أرمنت على بلدي وانت مش فاهم. يعني ما احنا بنقول ان مثلا الأرمنت الديل فيه كذا كذا كذا، ممكن انا كلبي ما يبقاش فيه المواصفات دي. ايوه ما انا مش هقول المواصفات اللي في كلبي على اساس ان هي الأرمنت بقى المية مية. يعني على سبيل المثال مارس ديلو لافف بس حادف بره يمين، مش هاجي اقول بقى ان الارمنت البيور هو اللي ديلو حادف لبره يمين وعلشان انا كلبي كده، لا هقول لك لا الديل المفروض ان هو ينزل على الظهر في نص عظمتين الظهر، ده الديل الصح. مش هزود ولا هخدع الناس علشان اجمل في حاجتي. فلما بنقول نصيحة بنقولها ان احنا مقتنعين بيها حتى لو هتقلل من قيمة الحاجة اللي معايا. بيبقى هدف ان احنا يعني لو حد بيشتري حاجة يبقى معاه كل الداتا اللي تخليه ينقي حاجة كويسة. انا نفسي الناس كلها تبقى ماسكة كلاب احسن من كلبي بصراحة. المشكلة مش عيب، وعشان كده حتى لما دربت مارس كنت عمال بقول انا بعمل ايه معاه علشان احاول افيد الناس واستفاد. حد يصحح لي، لا انت الحاجة اللي انت بتعملها دي غلط، حاول تحسنها احسن من كده شوية. اولا انا مقتنع ان الارمنت مش شعراية ولون فقط. استاذ مجدي كلام حضرتك مظبوط 100%. وفي كمان مبقع بيبقى على بلدي، يعني انا شفت حضرتك كلاب ارمنت كتكوين هايلة جدا جدا جدا، بس الالوان دي ما شفتهاش غير في بلدي. يعني الالوان بتاعتهم ما شفتهاش غير في البلدي. فانا قناعتي ان الارمنت هو الرمادي او الازرق، ده الارمنت. واعتقد لو تواصلنا مع حد من الصعيد من الناس القديمة الكبيرة وقلت له الأرمنت لونه ايه، مش هيبقى مستوعب انت بتتكلم في ايه اصلا، لان هما ما شافوش الوان من الأرمنت اعتقد. تاني لون بالنسبة لي اللي انا برضو ممكن اعتبره من الاساسيات في الأرمنت الاسود. اللونين الاساسيين عندي الرمادي والاسود، والاسود اللي فيه دبوس او فيه مريلة. موضوع الالوان دلوقتي، هو الارمنت مش اتعمل من كذا بريد؟ يعني في احتمال ان هو ناس بتقول ان هو اتعمل من البريارد الفرنساوي، تمام. واحنا شفنا حاجات بقى كتيرة قوي شبهه زي الكاتالان شيب دوج والووتر فرنش دوج، وشايفين حاجات كتيرة قوي شبهه. طيب هل لما في الولدة بتاعتي يجي لون زي اللون اللي هو البيج اللي هو الاصفر، هل ده كده بقى بلدي او جدود جولدن؟ انا شايف انه مش شرط، ما هو ممكن يكون مسمع في الجدود القديمة قوي اللي هي بتاعت البريد الاوروبي اللي اتعمل منه الميكس ده. وفي كلاب هنشوفها كتير صفرة ودانها غامقة على اسود والبوز غامق على اسود. لو شفتوا البريارد الفرنسي هتلاقوه اغلبه بالشكل ده. ف
فيعني مش شرط ان الجرو طالع لون مختلف عن الارمنت يبقى هو على بلدي او على حاجة مش مظبوطة، لا ده ممكن يكون مسمع في الاصل اصلا خالص الجدود القديمة. بس قناعتي ان مفيش ارمنت مبقع اللي هو تلاقيه ابيض في بقع بني او ابيض في بقع سودة او ابيض في اسود كده بقى، والالوان الكتيرة دي انا مش مقتنع ان ده ارمنت او من الاصول بتاعت الارمنت. انا مقتنع بكلام استاذ مجدي، ده يدخله جريفون يدخله سانت برنارد. وفي حاجة كمان، اللون الاسود اللي ليه شرابات سودة او نوارة في ديله، شرابات بيضة او نوارة في ديله بيضة، انا ما بقتنعش برضو بيه بصراحة. اللون الاسود اللي ممكن يبقى عنده دبوس على الصدر او مريالة ماشي، ده اوكي تمام. انما اللي بيبقى فيه نوارة دي في نهاية ديله كده حتة بيضة، او ايديه من تحت بيبقى فيها ابيض، انا برضو مش مقتنع بالاسود ده. في حاجة كمان في الالوان، وانت بتنقي الجرو اللي اعرفه برضو ان الجرو الاسود غامق مطفي كده مط، ده بعدين لما بيقلش بيبقى رمادي تمام. الاسود الشعراية الناعمة اللي بتلمع قوي دي بيفضل هو اسود. اللون الابيض انا اللي اعرفه برضو انه ما بيغيرش، يا بيغمق يا بيفتح، انما ما بيتغيرش زي الاسود. لما الاسود المطفي ده المط انه بيقلب رمادي خالص، لا الابيض بيفضل زي ما هو ابيض، ممكن يصفر سنة او يفتح سنة. نتكلم بقى في موضوع اللون البني او اللي هو بيتسمى الاحمر. انا عن نفسي يعني ما كنتش بشوفه كتير خالص نهائي، اللون الاحمر ده يعني حاجة جديدة بالنسبة لي تمام. ما كنتش مقتنع ان هو من الاصول، ولا زلت مش مقتنع ان هو من اصول الارمان. بس في ناس كتيرة قالوا لا كان بيتشاف كتير اللون ده، واللون المشمشي يعني، حتى في لون مشمشي كده مش منتشر برضو بيقولوا ان ده من الاصول. طب كده معلومة من الأستاذ حسن خليفة إن البني من الأصول في الأرمنت كده، يبقى يعني دي معلومة أنا جديدة عندي إن البني من الأصول. أنا بصراحة ما كنتش شفته نهائي خالص، فدي معلومة جديدة. وأنا عمال بجمع شوية معلومات عن موضوع الألوان ده، لأن أنا برضو أنا كانت قناعاتي ان زي ما قلت لكم ان الارمنت الرمادي والاسود فقط. يعني حتى لما انا جبت مارس ما كنتش مقتنع ان الابيض من الاصول الارمنت، بس هو عجبني، انا عايز ارمنت ابيض، عايز كلب ابيض فقط. هو فعلا يا استاذ احمد الارمنت الاحمر او البني ده من النوادر جدا، واعتقد يعني الكلاب اللي واخده اللون ده معروفة قوي قليلين. موضوع بقى الدقن دي مهمة جدا جدا يا أستاذ مجدي، يعني من العلامات، أنا شايف من علامات الأرمنت إن فعلا الصدر بيبقى فيه يا دبوس يا مريالة بيضة، وبعد كده بيرجع اللون الأساسي، وعند البق بيبقى فيه دوجلاس كده بتبقى دايما لونها أفتح من لون الكلب. يعني لو في الرمادي مش ابيض ابيض هتلاقيها رمادي فاتح جدا جدا مايل للبياض، وبتبقى واضحة قوي 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 في الكلاب اللي لونها بيبقى غامق واللي ما بيبقاش فيها ابيض كتير، في يعني اللي هو زي هايلايتس كده بيبقى في الشعر ابيض، وبيبقى عند برضو الشنبات بتاعت الكلب ممكن تلاقي كام شعراية ابيض. فالالوان احنا زي ما اتكلمنا قلنا رمادي، قلنا اسود، الاصفر اللي هو البيجات، قلنا البني اللي هو الاحمر. اما بقى المبقع ده انا فعليا مش مقتنع بيه تماما. يا رب الاوديو النهاردة يكون رد على تساؤلات كتيرة وفاد بقدر المستطاع.
طبعا كل اوديو بيتعمل بيزعل ناس كتيرة مننا بعديها، بس معلش هدف الحملة التوعية مش الطبطبة. اهداف الحملة مكتوبة على الكفر فوتو بتاعت الحملة، واكيد اكيد اكيد هتتعارض مع مصالح ناس كتيرة. ده كان اوديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتم وتصبحوا على خير. Yeah.